راكن يا راق طالع بوب لا بجنيه الله يبارك لك اي حاجه. ماذا يفعل خليل والشناوي؟ تجارب جريئه بالشناوي متسول. خليل صاحب الخدعه، يا ترى كم يجمع كل منهما في دقائق قليله؟ لما في نص ساعه بس يلم حوالي 300 جنيه او اكتر. يا مش عايزين منك فلوس. العربيه وقفت اصلا وبطاريه بنزين وانا نسيت المحفظه. لا انا كابتن جرير. ربنا يعزك يا رب. اعدل اعدل اعدل. ما اعرفش اركن اصلا. يابا انا قلت لها هي 5 جنيه بس. يابا بالراحه بس بالراحه كده. راجل كبير مش عايزين. بالراحه يا ابني. احنا ولاد بلد. بلد ولا نلف على معايشة حقيقية لإمبراطورية الرصيف ومواجهة لأول مرة بين خبير أمني ومتسول. وفي ختام الحلقة أغاني جميلة لفرقة على السلم. إزازة فودكا مرمية على الكورنيش. انتظرونا في خلاصة الكلام مع خليل والشناوي. نزلنا الشارع عشان نشوف ايه اللي فيه ويعرف برضو ايه مشاكل الناس، نعرف الناس بتعمل ايه. استنونا في حلقة مفاجأة من شوارع مصر في وسط الكلام غدا 11 مساء، ويعاد في الأوقات التالية على الحياة.